ليه الرئيس السيسي بيزور الكرة والنجوع في الفترة؟ ده الظاهر كده عايز ياخد اللقطة علشان الانتخابات، أو عمال يعمل مشروعات كده علشان الناس تدعمه. ده غير انه ساب الأسعار تزيد وراح يزور الكرة. أكيد يا عزيزي اتكعبلت في تعليق أو فيديو لأشخاص بتحاول دايماً إنها تشوه صورة الرئيس وتقلل من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالينا في كرة مصر. لكن خليني أقولك على كام حاجة علشان تتأكد إن كلام الناس اللي بتعمل كل ده فنكوش وإنها عالم فاضية. من أول ما الرئيس السيسي مسك الحكم كان حريص إنه يكون على تواصل دايماً مع الناس اللي محدش كان بيهتم بيهم ولا بيوصل لهم، وعلشان كده بيعمل مؤتمرات ومواد إفطار ويجمع فئات الشعب ويتكلم معاهم في مشاكلهم علشان يبقى قريب منهم. فبدأ كمان من فترة للتانية بزيارة كرة مصر وافتتاح مشروعات مهمة ضمن برنامج حياة كريمة. مش بس كده، ده ممكن يزورهم ويقعد معاهم على ترابيزة الأكل وبيسمع لمشاكلهم وأحلامهم وبيحاول يحط حلول جذرية للأزمات اللي بيعانوا منها قبل ما يكون رئيس، وهو ابن من أبناء مصر عظماء. في السنوات الأخيرة زرع عشرات الكرة وافتتح مئات المشروعات اللي حرفياً غيرت حياة الناس في الريف، زي توصيل مياه لكرة محرومة وصرف صحي والغاز الطبيعي، واللي بفضل ربنا والرئيس السيسي وصل في الكرة والنجوع. كمان تم إنشاء المدارس والمستشفيات وبقى في خدمات في بعض الكرة زيها زي الموجودة في المدن بالظبط ويمكن أحسن كمان. الرئيس السيسي كان عامل مبادرة اسمها حياة كريمة، أكيد كلنا سمعنا عنها، وده علشان تحسين مستوى الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى مصر، علشان تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وخصوصاً في القرى. الرئيس بيشرف بنفسه على المبادرة دي وبيتابع تفاصيل التطوير اللي بيحصل في القرى والنجوع، ولما تخلص المشروعات دي بيروح يفتتحها بنفسه. وكمان بيركز السيسي بشكل خاص على قرى السعيد اللي كانت منسية طول الوقت، وبتشمل المبادرة الرئاسية من علاج للمرضى وتحسين جودة التعليم للصغار وشراء أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة. ببساطة السيسي مش محتاج ياخد لقطات زي ما في بعض الناس بتقول، ده واحد حط روحه بين إيده ووقف وغامر بحياته علشان ينقذ مصر، مش هيدور على لقطات. وآخر حاجة ممكن يفكر فيها هي الانتخابات اللي فوزوا فيها شبه مضمون، لأن أولاً الإنجازات اللي حققها ما قدرش حد تاني يعمل زيها في الوقت الصغير ده. ثانياً لحد دلوقتي مفيش منافس يقدر يقف قدامه. طب والدولار اللي كل شوية يزيد والاقتصاد اللي بيعاني؟ طبعاً الاقتصاد المصري مش في أفضل حالاته، ومصر بتعاني اقتصادياً وأزمة الدولار خانقة الكل. لكن مين اللي قال إن الرئيس مش شغال على الأجزاء دي والاعتماد على المنتج المحلي؟ ومين اللي شغال على 100 مليار دولار صادرات واللي لما يتحقق هيعمل توازن كبير بين صادرات مصر ووارداتها وهيغطي العجز في الميزان التجاري؟ الرئيس بيحاول دايماً يخدم الشعب وأبناء الكرة والنجوع، وأي كلام غير كده تضليل وإنكار لمجهود شخص حول مصر من الظلام للنور. من الآخر، الزيارات اللي بيعملها الرئيس للكرة فيها خير كتير لأهلنا، وعامل شغل هايل ومحترم وبيغير حياة الناس للأفضل.